مستقل بهمه من عند شخص سيد المستشار مثلا. هذه نقطه في جدول الاعمال طبعا شي ملاحظه تسير راه القانون كيعطينا حق نعملوا نقطة نظام في جدول الأعمال، وأنت راك خرقتي حقنا هذا، راه في الكلمة ديالكم اللي تعلمنا علينا في الأول. نكمل. إذا قلت وصلت من السيد العالي ولي الجهة بكتاب كيطلب منكم فيه درجوا نقطة في جدول أعمال هذه الدورة متعلقة بنزع الملكية ذات المكان المسبب مقالة كذا. كنظن أنكم قمتم بواحد التحايل للأسف مكشوف. عوض انكم تدرجوا الكتاب اللي كينص القانون على وجوب الادراج ديالو، شفتوا كتدرجوا لنا ملتبس عباره عن هبه، كنا كنتكلموا على نزع ملكيه فضاء واسع جدا، ولينا كنتكلموا على هبه فيها 23 متر، ذاكره طنجه كامله اختصرتوها في 23 متر، هنيئا لكم. هذه هذا الخط الثاني 23 متر ورقه. في تداخل اخر سي المستشار. نعم. حتى النظام الداخلي. اتفاقيه الشراكه كذلك. سيد رائد، في قضية الشرائح كذلك ترتب عليها آثار مالية وما عرفتوهاش على لجنة المالية. تفضل سيد رائد، باقي ما كملت. مازال ما كملت. الوقت انتهى. الوقت انتهى. الوقت انتهى. أنتم كتعاملوا استنسابيا مع الوقت. كتعاملوا استنسابيا مع الوقت. واحترم النظام الداخلي. ولا تحترم النظام الداخلي، أنت ما تحترمش النظام الداخلي في بداية الجلسة. طلبت منك نقطة نظام ما عرفتوهاش نقطة نظام، قالت النظام الداخلي للجلسة. قلتوا باش أنا فيه الكفاية. تفضل سيد رائد. باقي ما قلناش اللي فيه الكفاية، باقي ما قلناش. باقي ما قلناش السيد الرئيس، باقي ما كملناش، باقي ما كملناش السيد الرئيس، باقي ما كملناش. النظام الداخلي ملزم به وإياك، أنت عضو في هذا المجلس، قبل أن تكون رئيسا أنت عضو. قطع الصوت أنا قطع راه عندي الحنجرة ديالي، حيت أنت خاضع النظام الداخلي للمجلس، أنت في البداية خرقتي القانون الداخلي وزيدت واحد المعلومة. افتتاح الجلسة بحد ذاته غير قانوني، من المفروض أنك تفتتح الجلسة بقراءة لائحة الحضور والغياب. سجل عندك سيد ممثل السلطة هذا الخبر كان الحلقة كذلك. سجلوا عندك. راه تمت الإشارة إلى اكتمال النظام. اكتمال القراءة قراءة القانون ينص على قراءة الأسماء وليس اكتمال النظام، الأسماء شكون حاضر شكون غايب سيد الرئيس. هذا خط كذلك. إذا تكلمنا على الفروقات جميع الدورات اللي عملتوها كاملة فيها فروقات في القانون. وقال لما تجلسي حضرت الدورة شكون الدورة ماشي قانونية. أنا باقي ما كملت. أنا باقي ما كملت. طبعا الدورة غير قانونية طبعا. ملي كملوا نقطة النظام ديالنا نعطيوكم موقفنا من الدورة. ملي نعطيوك النقط اللي درجناها احنا كنقطة نظام نعطيوك داك الشيء اللي سجلناه داك الساعة نعطيوك الموقف ديالنا من الدورة. ماشي انت اللي غادي تنزلها. اتفاقية الشراكة تربصت عليها. النظام الداخلي. ماشي شي واحد. ما من حق حتى شي واحد يقطع. ما من حق حتى شي واحد يقطع. والسر كيهضر حنا كنصوتوا. ما شي واحد ما من حق حتى شي واحد يقطع. ولكن كاين النظام. ما شي واحد. خطر مسنا. هذه مكينة ما هضر. خطر مسنا. هذه بطاشة مقلوبة. هذه بطاشة مقلوبة. اللي بطاشة بلا بطاشة. هذه بطاشة. هذه بطاشة داخل المجلس ماشي شغلك. راه الرئيس فينا هو. يرتكب البطاشة داخل المجلس للأسف. إذا قلنا بلي هاد الدورة فيها خروقات خطيرة. إيش أي عام بطاشي؟ أجلس البطاشي جلس. أجلس البطاشي جلس. شكرا البطاشي. شكرا البطاشي. شكرا البطاشي. شكرا البطاشي. شكرا البطاشي. شكرا البطاشي.
كيف ما لاحظتوا دورة كلها خروقات قانونية، وللأسف درجات الخروقات وصلت للمستوى الخطر. دائما في جلسات الدورة السابقة كنا كننبه السيد رئيس المجلس إلى أهمية احترام القانون، خصوصا مقتضيات القانون التنظيمي، خصوصا مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، لكن للأسف اليوم رأينا تعنت في استمرار في خلق القانون. منذ انطلاق الجلسة الأولى من هذه الدورة الغير قانونية والغير المشروعة والباطلة، سجلنا جوج الخروقات قام بهم السيد رئيس المجلس في العلاقة مع النظام الداخلي. لم يقم السيد الرئيس بتلاوة قائمة الحضور والغياب، وهذا من الواجبات في افتتاح الدورة على المستوى الشكلي. كذلك السيد رئيس المجلس الجماعي رفض إعطاء جزء من المعارضة ممثلة في مستشار الاشتراكي الموحد لنقطة النظام، متحايلا بأنه يتلو تقريرا عن المجلس، وهذا التقرير في حد ذاته هو النقطة الأولى من جدول الأعمال، وطلب نقطة النظام حنا ديالنا كان في العلاقة مع جدول الأعمال لأن عليه ملاحظات. الخروقات اليوم هي خروقات كثيرة كما قلنا سابقا، وصلت لدرجة الخطر، لذلك ما كانش من المفروض أننا نسكتوا على هذه الخروقات ونبقاو متواطئين مع هذه الخروقات ونقولوا كفى ونعليوا الصوت. للأسف بعض الأطراف داخل المجلس ما كيعجباش النقاش ديالنا، حنا كنعتبروا بلي النقاش ديالنا هو نقاش مبني على الصراحة والوضوح والشفافية في العلاقة مع المواطنين. ما جيناش لهذا المجلس وما تقدمناش الانتخابات باش نرضيو جهة سياسية، تقدمنا الانتخابات باش نرضيو مواطني وساكنة مدينة طنجة، هذا هو الرهان ديالنا. أما اللي كيتسنانا أننا نرضيو جهة سياسية فغادي يكون واهم جدا، واللي غادي يحاول أنه يستعرض علينا عضلاته السياسية فهو واهم جدا. حنا تربيتنا تربية سياسية أخرى غير ما هو مألوف داخل هذا المجلس. للأسف البعض الصدر ديالو ضيق جدا، ما كيقبلش النقد، ما كيقبلش الرأي الآخر، ما كيقبلش أي سلوك معارض لقرار معين، وهذا السلوك هذا للأسف ماشي تم تسجيله لأول مرة، هو سلوك يتكرر ويتمادى مع الوقت. مادام أن هذه السلوكات تتمادى وتتكرر فمن المفروض أننا نوقفها عند حدها، لأن في النهاية تحنا خاضعين للقانون وفي العلاقة مع القانون عندنا حق الدفاع عن النفس، وهذا اللي قمنا به داخل الجلسة. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.